الخوش من امام سوق القريعه مع الناس زوينين الرجال الله يسخر لهم. الدراري الخوش كيبارطاجيو معلومات على التربيه ديال الطيور وعلى التربيه ديال الكلاب والادويه وكل شيء كاين زيرو لا طاي. تحيه للسبع الله يحفظك اللهم يسر الله يحفظك ليا بدر. المهم حنا غنشوفوا دابا راه اي واحد بغى شي حاجه من عند الدراري تبارك الله عيطوا ليهم يوريك كيفاش الماكله كيفاش تشري الدواء. المهم الاساس ديالهم هو ويبارطاجيو الحمايه. كي داير اخويا باش نمشي شاد ديالك ما عندناش حنا المشكل ان الناس شكروك اللي كتعاونهم اخويا ما عندنا ما تشريش من عندي وجي اخويا نعطيك نصائح على هادشي فابو ما كاينش المشكل ما كاينش المشكل. وعطيهم اخويا النميره اللي بغى يتواصل معاك 06 61 87 15. مرحبا بالجميع متوفر ديما خويا ما كاينش المشكل. وهذا حسام دي كابريو اللهم يسر وراه اليوم دار واحد السيل جديد وريهم اخويا شي حاجه نيفو هربان ما كاينش المشكل. يا اخويا قول لنا البلان شنو هو النوع ديال الكلب تبارك الله. هذا الكوميغانيان يا سلام خرطاي كاين في البيت تبارك الله خوام وايدنا تبارك الله. هذا كيبان لي عند ابو زعيد شارو الناس ديال البوغاتشي يا سلام حماية يا سلام تبارك الله تقول فرش كلينو النوس وحطهم يا سلام. شوف الشعوراش كي دايرين وعندو حتى الشفران شوف لي الجمال ولا في المباشر او ثاني راه ماشي هو لا فيديو راه بس عرف انا كنتفرج في الفيديو هو في الفيديو كيبان لوز ولكن في الحقيقه راه كركاع اللهم يسر تبارك الله. وهاد النوعيه ما صعيباش في التشر بالعكس هادو كيكونوا كال كا اياك تبارك الله اللهم يسر. هادو شنو اخويا حسام يا سلام شوف الجمال يا اخويا حسام اللهم بارك. شو واحد السيده كان ديس قال اللهم بارك قول عاوتاني اللهم بارك امين امين امين. شنو هاد النوع اخويا حسام اللهم يسر. سميش هاد الجمال هذا سميش هاد الاناقه بشومه يا سلام غير الاسماء ديالهم تعشق تربيهم. خوش انتوما معاكم راه كلشي غادي يربي كل يباش كلشي غادي بعدا هاد السلعه اللي كنجيب كلها جيت تلقى فيها هاد اللوز اللي كنجيب عندي انايا يا سلام هاد البياض الثلج الزين كامل تبارك الله. شي لقيت شي برغوته وحده كنعاودها لكم وكنقولها وكنعاودها اييه برغوته وحده ما تخلصنيش وخذ تخلصنيش من عندنا مداوي كلشي مقريطين من الصغر ديالي اللوز يا سلام فواكه اخويا الفواكه يا سلام تبارك الله الله يلاش تعشق تربي تبارك الله اللهم يسر يا سلام امال واللي بغى شي حاجه في لي غاسل اخرى راه هي دي فولي مرحبا كلشي كاين كلشي موجود زين ولا طاي زين ولا طاي كلشي يا سلام الحلاوه دي من سوق العيون يا سلام اللهم يسر غنوريك واحد جويزه صغيره اييه تبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم يا اله العالمين اللهم بارك. تشوف لي الفيلا ديالو كي دايره عندو فيلا هوجكا يا سلام بسم الله ما شاء الله هادي عمرنا شفناها في شي سكوتشي هولنديز كيكونوا العوينات ديالو ليمونيين اما هذا بيض العوينات زرقين لا ابار زرقين نص زرق ونص خضر يا سلام فيزي فيزي لي على هاد اللعيبه نص زرق ونص خضر تبارك الله كل عين عندها نص شكل يا رحمن يا سلام واحد لعيبه اخرى ايه الحلاوه دي ايه العسل ده برعني برعني برعنا يا خويا برعنا لا نسيت تبارك الله يا سلام اللهم بارك. شنو هذا خويا هذا النوت هذا بيرسون النوت الناس اللي كيخافوا من لي بيرسون اللي كيدمعوا لهم العوينات ديالهم هادو اللي سيكونوا موفيس ما كيدمعوش لهم العوينات ديالهم هذا اللوز ولا بوا تبارك اللون بعدا وهادو بانوا لي قراب شويه في الطفره لا هذا السكوتش ودينا طيحين هذا واقف سبحان يعني من عند الله هذا يا سلام تبارك الله الدراري راه كتولعونا مولوعين اللهم يسر كما كتشوفوا الدراري الدراري راه كيلعبوا على ليماج ديالهم مرحبا عاود ذكرهم بالنميره خويا يوسف 06 61 87 15. الف مرحبا في اي حاجه اللهم يسر شوفوا الجمال شوفوا الجمال مع الناس الزوينين يا سلام الله شوف شوف يا سلام ايه الحلاوه دي الله اكبر.